بسرعة. روح هاي أربعة. خذهم ما بيأسف. قوم الآن فيا الرحمن بالتصدي لقوات النظام في بساتين برزة الدمشقي بعد أن قام النظام بالاقتحام من هذه المزارع عبر استخدام سياسة الأرض المحروقة والأراضي المكشوفة، والذي ساعدوا على سياسة استخدام الأرض المحروقة الأرض المكشوفة مثل الأراضي المكشوفة والمزارع. قام النظام باستخدام كافة أنواع الأسلحة، الطيران وصواريخ الفيل وقذائف الفوزديكا التي ترصدنا من جبل السليم والدبابات والشيلكة، لكن بفضل الخنادق التي قمنا بحفرها والبلوك والأنفاق التي توجد تحت الأرض قمنا بالصمود في هذه النقاط.